وزير الري يختتم زيارته لجوبا ويفند لرئيس جنوب السودان الادعاءات الإثيوبية حول سد النهضة. وزيرا خارجية ألمانيا وتونس يبحثان تعزيز العلاقات قبيل توقيع إعلان النوايا بين البلدين. وإيطاليا تعلن استقرار الوضع الوبائي فيها رغم تسجيل حالات بسلالة دلتا المتحورة من الفيروس. السادسة مساء، الرابعة في غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع أحمد أبو زيد. أهلا بك أحمد. أهلا بك إيمان، أسعدتم أوقاتا. أطلع وزير الري محمد عبد العاطي رئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير ميارديت بتطورات قضية سد النهضة الإثيوبي. وخلال لقائه رئيس جنوب السودان في ختام زيارته إلى جوبا، فند وزير الري الادعاءات الإثيوبية بتوفير سد النهضة الكهرباء لدولة إثيوبيا والدول المجاورة لها. من ناحية أخرى، أكد وزير الري أن دعم مصر لجنوب السودان يمتد لسنوات طويلة تعكس العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين. وقد وقع وزير الري مذكرة تفاهم مع نظيره من جمهورية جنوب السودان لتنفيذ مشروع جديد للحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل. بحث وزير الخارجية سامح شكري هاتفيا مع نظيره الصيني وانغ يي أوجه العلاقات الثنائية والدفع قدما بكافة مجالات التعاون اتساقا مع الفرص والإمكانات المتاحة بالبلدين. تناول الاتصال التنسيق القائم بين البلدين بشأن التعامل مع جائحة كورونا وسبل الحد من تداعياتها، بما في ذلك التعاون القائم حاليا بين الجانبين للتصنيع المشترك للقاح في مصر. من جانب آخر، تناول الاتصال الحديث بشكل مطول ومعمق حول ملف سد النهضة الإثيوبي من كافة جوانبه وأبعاده. في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، واصلت الوزارة توجيه قوافل المساعدات العينية والطبية والخدمية للمناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً في القرى والأحياء والنجوع والمناطق الحضرية الجديدة لدعم ومساندة المواطنين والتخفيف الأعباء عنهم، وذلك تحت مظلة مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية. وإحنا خلال السنوات القليلة القادمة والحكومة بتجهز نفسها بشكل جيد جداً من أجل حياة كريمة لما يقرب من 58 مليون إنسان وإنسانة، بنسعى إن إحنا نغير للأفضل. توفير حياة كريمة للمواطنين هدف تسعى الدولة لتحقيقه بمشاركة كافة قطاعاتها. من هنا تواصل وزارة الداخلية إسهاماتها الفعالة لتحقيق هذا الهدف من خلال مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. فتحت مظلة هذه المبادرة، واصلت الوزارة توجيه قوافل من المساعدات العينية والإنسانية والخدمية والطبية إلى المناطق الأولى بالرعاية في القرى والأحياء والنجوع، فضلاً عن المناطق الحضارية الجديدة على مستوى الجمهورية. وتشهد تلك القوافل إقبالاً من المواطنين في المناطق المستهدفة للاستفادة من المساعدات المتنوعة، بداية من إجراء الكشف الطبي على المواطنين مجاناً في كافة التخصصات، إلى صرف الأدوية اللازمة للحالات التي تحتاج لذلك، حيث تعد القوافل الطبية التي ترسلها وزارة الداخلية فرصة لدعم الخدمات الصحية في المناطق الأولى بالرعاية والحضارية الجديدة. جينا كشفنا وخدنا العلاج وما دفعناش أي حاجة، مية مية يعني. كشفوا علي ما خدوش أي حاجة وعطانا العلاج. هو علاج مجاني وكشف مجاني والبركة في الريس ومن وراه وكلكم الحمد لله. كما تم تخصيص عبوات تحوي سلع غذائية متنوعة تم توزيعها على المواطنين الذين تم استقبالهم في أماكن خصصت لهذا الغرض، روعي فيها كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. وقد أشاد المواطنون بتلك المبادرات والإسهامات الكبيرة من وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عنهم.
جانب آخر من قوافل وزارة الداخلية خصصت لتقديم خدمات قطاع الأحوال المدنية من خلال سيارات مجهزة تعمل بالطاقة الشمسية توجه إلى المناطق الحضرية الجديدة والأولى بالرعاية لاستخراج مصدرات القطاع من خلالها في سهولة ويسر. جينا عملنا البطاقة وما خدناش أي حاجة وكل حاجة كويسة ويعيش السيس لينا وربنا يخليه. يا ريتها كل سنة تتكرر الكفولة دي ونشكر الريس ونشكر كل اللي حاضرين معانا. من خلال تلك المساعدات تعمل وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتساند الأسر المصرية في توفير احتياجاتها، وهو ما يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين عبر مبادرة حياة كريمة، وفي إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية والذي تحرص دائما على تفعيله. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروحان، احنا اللي بنلفي في وقتنا بتنادينا لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. التقى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بوزير الخارجية التونسي عثمان الجراندي بمقر وزارة الخارجية في برلين لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية. عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا أشاد خلاله وزير الخارجية الألماني بالتوقيع المرتقب على إعلان نوايا بين بلاده وتونس باعتباره يعزز الشراكة بين البلدين. قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن حكومة بلاده على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات المقبلة. وخلال زيارته العاصمة الإسبانية مدريد استعرض حسين استعدادات الحكومة العراقية لإجراء الانتخابات المقرر لها أكتوبر المقبل. كما تطرق وزير الخارجية العراقي إلى التحديات القائمة التي واجهتها الحكومة ومن بينها مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، فضلا عن ملاحقة ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي وإعادة إعمار المدن المحررة. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن اللبنانيين ينظرون بكثير من الأمل والرجاء إلى اللقاء الذي دعا إليه البابا فرانسيس القيادات الروحية المسيحية اللبنانية في الأول من يوليو المقبل بالفاتيكان. وخلال لقائه القائم بأعمال السفارة البابوية في لبنان، أشار عون إلى أن توقيت اللقاء مهم نظرا لما يمر به لبنان من ظروف صعبة حاليا، وسلم الرئيس اللبناني القائم بالأعمال رسالة خطية إلى البابا فرانسيس تضمنت عرضا للواقع اللبناني الراهن ورؤيته إلى دور البلد واللبنانيين في محيطهم والعالم. في لبنان أيضا وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على مقترح لتمويل واردات الوقود بسعر صرف أقل، ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى رفع أسعار البنزين في لبنان للمستهلكين، لكنه سيظل يوفر الوقود بسعر صرف مدعم يقل عن القيمة الفعلية له في السوق. أعلن التحالف العربي في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها قوات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة العربية السعودية. وقال التحالف في بيان إن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك، وذلك مع استمرار استهداف قوات الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية. دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى سحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا بشكل فوري، مشددين على أن الحوار هو الحل الأمثل لإنهاء النزاع بين الأطراف الليبية. أشار البيان الختامي الصادر عن القادة الأوروبيين حول العلاقات الخارجية، أشاروا إلى الأهمية التي يوليها الأوروبيون لإنجاز تسوية مستدامة في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة، مشيرين إلى ضرورة أن تجرى الانتخابات المتفق عليها في خارطة الطريق في موعدها المحدد ديسمبر المقبل، وأن تكون نتائجها مقبولة من كل الأطراف.
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اللقاحات التي اعتمدتها الدول الأوروبية ضد فيروس كورونا المستجد أثبتت فعاليتها. أضاف ماكرون أن الدول الأوروبية تمكنت من وضع استراتيجية موحدة من أجل التصدي لجائحة كورونا. كشفت دراسة جديدة أن فيروس كورونا المستجد ربما بدأ في الانتشار في وقت سابق لما أعلن عنه بشكل رسمي. أشارت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة كنت البريطانية أن أول إصابة بفيروس كورونا ربما تكون قد ظهرت في شهر أكتوبر من عام 2019، أي قبل شهرين كاملين من الإعلان رسميا عن حالة الظهور الأولى. قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 73,602 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، بالإضافة إلى 2,232 حالة وفاة. وفقا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل أكثر من 18,200,000 حالة إصابة منذ بدء الجائحة، بينما تخطى العدد الرسمي للوفيات 509,141 حالة. قال المعهد الوطني للصحة في إيطاليا إن إصابات السلالة المتحورة من فيروس كورونا المعروفة باسم دلتا تمثل أكثر من 16% من إجمالي حالات الإصابة المكتشفة حديثا في البلاد. قال المعهد إن نسبة حالات الإصابة بالسلالتين المتحورتين كابا ودلتا قفزتا من 4.2% في مايو إلى أكثر من 16% في شهر يونيو الجاري. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الدكتور محمد الشرع، أخصائي الجراحة. دكتور الشرع، أهلا وسهلا بك. معطيات تبدو مختلفة تماما لذات المسألة، للنسخة المتحورة التي تحمل اسم دلتا. هناك من يهول من شأن هذه السلالة ويقول أنها سريعة العدوى وأسرع في الانتشار، والبعض الآخر يقول أنها تقريبا من ذات الصنف ولم تحدث تحورا كبيرا والأمور تحت السيطرة مع اللقاحات المنتجة. نحن أميل إلى أي الرؤيتين دكتور محمد؟ أولاً مساء الخير لكم المشاهدين وأشكركم على الاستضافة. نعم سيد عزيز، كما لاحظنا الفترة الأخيرة الحديث على المتحور دلتا، وهو كان يتحدث عنه أنه سريع الانتشار وسريع الوبائية وبأعراض مختلفة تماماً. لحد الآن ما أثبتته الدراسات أو ما التجربة على الأقل أن الأعراض هي تقريباً متشابهة للمتحورات السابقة. سرعة الانتشار تبدو أعلى قليلاً، لكنها ليست بالسرعة الهائلة التي أو الفرق الشاسع بينها وبين المتحورات الأخرى، ولكن ما زالت هي الأكثر انتشارا والأكثر وبائية من غيرها. ودليل كبير جدا على أنها باتت تسود على باقي المتحورات الموجودة حاليا. آخر تصريح للمنظمة الأوروبية هي أن مع نهاية الصيف سيكون الإصابات أكثر من مجملها، 80% من مجملها سيكون لصالح تلك على غيرها. لكن هذا على مستوى الانتشار، لكن ما نؤكد ان على مستوى الاعراض او مستوى نسبه الوفيات ما زالت تتشابه في الاعراض ونسبه الوفيات نفسها مع المتحورات السابقه. لكن ما قيل في موجات سابقه ان زياده معدلات الانتشار هي تضمن بالضروره زياده في معدلات الوفيات، حتى لو نسبه الفتك ليست اكبر في اي نسخه من نسخ فيروس كورونا. زياده الانتشار تضمن زياده العدوى وبالتالي زياده اعداد الوفيات، هل هذا المعطى سليم من الناحيه العلميه؟ نعم، الانتشار عندما هذا ينهك المنظومه الصحيه فتصبح عدد الاصابات اكبر، المراجعين المستشفيات اكثر، العنايه تصبح بطبيعه الحال اقل، وبالتالي ينتج عنها نتاج طبي اقل ورعايه طبيه اقل، وبالتالي زياده عدد الوفيات هذا. لكن اذا بقينا بنسبه تفتح المنحنى الوبائي وعدد المراجعين المستشفيات يكون ربما يكون هناك ايضا زياده عدد الوفيات، لكن ليس بما شاهدناه في فترات سابقة. نعم دكتور محمد، هل هناك علاقة بين زيادة معدلات انتشار الفيروس في نطاق جغرافي بعينه ومن ثم ظهور السلالة المتحورة؟ هل في كل مرة كانت تستشري العدوى في منطقة معينة، منطقة جغرافية بعينها في مدينة ما أو في بلد ما، يصبح النتيجة المترتبة بعد ذلك ظهور ما يعرف بسلالة متحورة تحمل أي اسم أيا كان؟ هل هناك رابط علمي بين زيادة وتيرة الانتشار في فئة معينة وبين ظهور السلالة المتحورة؟
نعم، الفيروس يقوم بتحوير نفسه بداخل الجسم. التحور هو عبارة عن تشوه بشكل الفيروس، فيعطي شكل آخر غير مطابق للشكل الأصلي، وبالتالي هذا هو التحور. ربما هذا شكل جديد، فقرات جديدة وأعراض جديدة ووبائية جديدة، ربما تكون أكثر خطورة أو أقل خطورة، ولكنه نسخة غير مطابقة للفيروس السابق. عندما يحدث هناك انتشار في بقعة معينة، هذا يعني أن عدد الفيروسات التي تدخل أجسام الناس عديدة جدا، وبالتالي فرصة أنها يحدث عليها نسخة مشوهة عالية جدا، وبالتالي من هنا تنطلق السلالات الجديدة والمتحورات الجديدة. المعطيات التي تبدو مختلفة أيضا وفق ما سمعناه من المتخصصين في علوم الأوبئة، في بادئ الأمر قيل أن هناك علاقة عكسية بين وتيرة انتشار الفيروس وبين قوته، كلما ازداد في الانتشار كلما فترت قوته وضعفت قدرته على الفتك، لكن ما حدث في فيروس كورونا كان مختلفا، كلما ازداد انتشاره كلما زادت قوته وربما زادت قدرته على التحور. نحن إزاء أي نظرية علمية فيما يخص التحور والقدرة على الفتك دكتور محمد؟ أنا مع نظرية أن هناك أكثر من سلالة متحورة وجدت على أرض الواقع، كانت أحد بعض النسخ من الفيروس أو المتحورة ضعيفة جدا، وبالتالي تلاشت وبقيت على سطح المتحورات التي اكتسبت قوة. كما تحدثنا سابقا أن التحور أو النسخ عن الفيروس السابق قد ينتج عنه فيروس أضعف منه أو فيروس أقوى منه. ربما ما ساد على السطح نحو الآن هو وجود الفيروسات الأقوى من السابق، والفيروسات التي كانت نسخها أضعف تلاشت في طبيعة الحال. إذا كانت الخصائص تقريبا واحدة للفيروس في نسخته الأصلية والسلالات المتحورة والأعراض تقريبا واحدة، وحتى اللقاحات المنتجة تبدو حتى هذه اللحظة أكثر فعالية في التعامل مع السلالات المتحورة، كيف يمكن الوصول أو معرفة ما إذا كان الشخص المصاب بالفيروس هو مصاب بالنسخة الأصلية أو السلالة المتحورة؟ المساحات أو ما تعرف بالبي سي آر كافية لسبر أغوار هذه الإصابة؟ نعم، لحد الآن هي المساحات أو البي سي آر أو المساحات الأنفية هي قد تميز متحور عن آخر بسهولة، وذلك دراسة الغشاء البروتيني لترتيب دي ان ايه والار ان ايه الموجود في غلاف البروتيني، وبالتالي ممكن تمييز اصابة عن اخرى، وهذا ما نتحدث عنه الجميع الان. انا بريطانيا او ايطاليا تصنف الاصابات او تعطيها اسماء واسماء متحورة. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرع من العاصمة الاردنية عمان، اخصائي الجراحة كان معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ذكرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 16703 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد لحالات العدوى منذ مطلع فبراير الماضي. سجلت البلاد أيضا 21 وفاة جديدة بالفيروس، ارتفاعا من 19 حالة في الإحصاء قبل الأخير. قال وزير النقل البريطاني إن إضافة عشرات الدول إلى القائمة الخضراء للسفر الآمن يعكس أن المملكة المتحدة تتحرك بشكل إيجابي. أضاف أنه لن يضطر الأشخاص الذين يسافرون إلى هذه الوجهات إلى عزل أنفسهم لعشرة أيام عند عودتهم إلى بريطانيا من جديد. أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 774 حالة، ليصل إلى 3,725,580 حالة. كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 62، ليصل الإجمالي إلى 90,678 حالة. سجلت روسيا أكثر من 20,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الساعات 24 الماضية. وذكر المركز الروسي لمكافحة انتشار الفيروس أنه سجل أكثر من 600 وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس. وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في روسيا منذ بدء الجائحة إلى أكثر من 5,400,000 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن مضاعفات الفيروس أكثر من 132,000 وفاة. أعلن وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا أن حكومة بلاده قد تعلن مجددا فرض حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو إذا ما وصلت الإصابات بفيروس كورونا في الانتشار قبيل إقامة الألعاب الأولمبية. وقال تامورا إن جهود التطعيم ضد فيروس كورونا لا تزال جارية في البلاد،
إذ حصل حتى الآن 20% من المواطنين اليابانيين على الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. أعلنت كوريا الجنوبية تطعيم نحو 15 مليون شخص أو ما يعادل 30% من عدد السكان بجرعة واحدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وقالت السلطات في سول أنها ستوسع دعمها لتطوير لقاحات منتجة محليا لتتمكن اللقاحات المرشحة من دخول المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية بحلول نهاية هذا العام، في خطوة من شأنها تعزيز ترسانتها من اللقاحات المضادة للفيروس. أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 51,667 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و1329 حالة وفاة. ارتفع إجمالي الإصابات في الهند إلى 30,130,000 حالة، بينما زاد عدد الوفيات إلى 393,310 حالة. أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا أنها تعكف على تحويل وحدات الطوارئ الطبية في العاصمة جاكرتا إلى خيام أمام المستشفيات لتوفير مساحات أكبر لاستيعاب أسرة لمرضى كوفيد-19 مع تزايد وتيرة الإصابات. وتجاوزت إصابات الفيروس في إندونيسيا 2,000,000 هذا الأسبوع، وقد فرضت زيادة الإصابات ضغوطا أكبر على نظام الرعاية الصحية، إذ تقترب المستشفيات في بعض المدن من الامتلاء عن آخرها. فرضت أستراليا حجرا على 4 أحياء في وسط مدينة سيدني في محاولة لكبح انتشار متحور دلتا شديد العدوى من فيروس كورونا. وأمرت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز حيث تقع سيدني أي شخص أقام أو عمل خلال الأسبوعين الماضيين في الأحياء التي سجلت فيها أو سجلت فيها حالات الإصابة بالمتحور بالتزام المنزل. نشرتنا لا تزال مستمرة مع حضراتكم، لنا عودة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. صادقت اليابان على اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهو اتفاق تجاري ضخم يضم الصين وأستراليا ورابطة دول جنوب شرق آسيا. ذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو أودعت وثيقة التصديق لدى الأمانة العامة لرابطة الآسيان، ما يجعلها العضو الثالث الذي يقوم بذلك من أجل تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة والتي تضم 15 دولة. وتعد الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم عبر مجموعة واسعة من المؤشرات، ويعيش ملياران و27 مليون شخص في الدول الأعضاء ال15، ويبلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي 26 تريليون دولار، كما يبلغ إجمالي الصادرات 5 تريليون وملياري دولار. أقيمت في كوريا الجنوبية مراسم الاحتفال بالذكرى 71 لاندلاع الحرب الأهلية الكورية، حيث دخل قدام المحاربين قاعة الاحتفال صحبة رئيس الوزراء. وجرى في الاحتفال منح الأوسمة للمحاربين القدامى وعائلاتهم ممن اعترفوا بما أنجزوه خلال مشاركتهم في الحرب الكورية للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عاما. وجدد المشاركون في الاحتفال عزمهم أن يتذكروا للأبد التضحيات التي قدمها هؤلاء المحاربون القدامى من أجل الوطن. قالت جماعة من السكان الأصليين في كندا إنها عثرت على 751 قبرا مجهولا في موقع مدرسة داخلية كاثوليكية سابقة، وذلك بعد أسابيع من كشف مماثل هز البلاد. وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن نبأ الكشف الجديد أحزنه للغاية، و
وقال للسكان الأصليين إن الأذى والصدمة التي يشعرون بها تتحملها كندا بأكملها. عرض رفات الرئيس الفلبيني السابق بينيو أكينو الثالث للمشاهدة العامة في كويزون سيتي. وقالت أسرة أكينو في مؤتمر صحفي إنه توفي عن 61 عاما أثناء نومه بسبب فشل كلوي ثانوي لمرض السكري. وشغل أكينو منصب الرئيس من عام 2010 وحتى 2016، وكان وريثا لعائلة تعتبر حصنا ضد الاستبداد في الفلبين. احتفلت فنزويلا بالذكرى المئوية الثانية لمعركة الاستقلال، وذلك باستعراض عسكري غاب عنه الرئيس نيكولاس مادورو. وتضمن الاحتفال عرضا عسكريا قام خلاله الجنود والناقلات بالسير في حقل رابوبو حيث وقعت معركة الاستقلال الحاسمة. قتل وأصيب العشرات بسبب إعصار مدمر وقع في جنوب شرقي التشيك على الحدود مع النمسا وسلوفاكيا. ووصف رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيتش ما وقع بالمأساة الكبيرة، فيما أعلن مارك بايس نائب عمدة هروسكي للإذاعة العامة التشيكية أن نصف بلدته دمر بالكامل تقريبا. نشر المركز الأعلامي لمجلس الوزراء تقريرا شمل عروضا معلوماتية سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء. وتضمن نشاط مجلس الوزراء الموافقة على عدد من القرارات، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أشيع بشأن توقف هيئة التأمين الصحي عن تقديم خدماتها الطبية للمواطنين نتيجة انخفاض أعداد المنتفعين. قال المركز إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي أوضحت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي قائمة ومستمرة في تقديم خدماتها الطبية بجميع محافظات الجمهورية لأكثر من 56 مليون و 883 ألف مواطن، مشددة على أن الهيئة أجرت نحو 92,131 عملية جراحية بمعدلات إنجاز وصلت إلى 96% من إجمالي العمليات الجراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار. أكد وزير المالية محمد معيط أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تشهد تحسنا خلال العام المالي الحالي نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الدولة. وقال معيط إنه من المتوقع تسجيل نمو إيجابي بمعدل 2.8% من الناتج المحلي وفائض أولي 1.1%، وخفض العجز الكلي إلى 7.7%، رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على أكبر اقتصادات العالم، مشيرا إلى تراجع نسبة البطالة إلى 7.2% لتسجل أدنى مستوى لها في ديسمبر 2020.
تتواصل الاستعدادات لإطلاق الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. تقام هذه النسخة في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، الأمر الذي جعل جميع الفعاليات والأنشطة تقام افتراضيا عبر المنصة الرقمية حفاظا على السلامة والصحة العامة للجمهور، على أن يكون حجز تذاكر المعرض والحصول عليها مجانا هذا العام. أكدت وزيرة الصحة هالة زايد أن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات المؤشر الأساسي لنجاح منظومة التعليم الطبي المهني. وخلال اجتماع لمتابعة البرامج التدريبية لأطباء الزمالة المصرية، وجهت وزيرة الصحة باستحداث تخصصات زراعة الكلى والكبد والنخاع ببرنامج الزمالة المصرية لتلبية احتياجات المرضى في هذه التخصصات الدقيقة. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها وفق النظم التكنولوجية. وخلال لقائه مع وزير الزراعة السيد القصير، أوضح شعراوي أن المرحلة الأولى لتطوير المجازر بكلفة تبلغ نحو 1,600,000,000 جنيه ستراعي كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر. فيما أكد وزير الزراعة أن الاجتماع ناقش الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير المجازر في توقيتها المحدد وضرورة تطبيق الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة. في السياق ذاته التقى وزير التنمية المحلية ووزير الزراعة مع ممثل المجموعة الاقتصادية الراغبة في الاستثمار بالمجزر الآلي الجديد في محافظة دمياط. أكدت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم على أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة والترويج الكبير له بين مختلف أوساط المصريين. خلال زيارتها إلى المركز بمشاركة سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة، شددت مكرم على حرص وزارة الهجرة على أن يكون هذا المركز هو مقصد أساسي لكل من يرغب في الحصول على المعلومات عن الهجرة والعمل بألمانيا. استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار تقريرا حول خطة الوزارة للبحوث والتطوير والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء واللحاق بالثورة الصناعية الرابعة. أوضح التقرير أن أكاديمية البحث العلمي تبنت خطة تنفيذية متكاملة للبحوث والتطوير والابتكار لدعم جهود الدولة للحاق بالثورة الصناعية الرابعة. أشار التقرير إلى دعم تحالفات الثورة الصناعية الرابعة بمبلغ 100,000,000 جنيه. قالت دار الإفتاء إن الشعب المصري كان عبر القرون وسيظل في كل المعارك المصرية درع الوطن القوية الذي يقف بجانب قيادته المخلصة. أضافت الدار أن مصر تخوض معارك مصرية على أكثر من جبهة، ووعي المواطن المصري هو الصخرة القوية التي ستتحطم عليها أوهام الطامعين والمتربصين بحاضر مصر ومستقبلها. أشاد المجلس القومي للمرأة بالجهود التي بذلتها بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بإطلاق نداء عالمي في مجلس حقوق الإنسان الدولي للقضاء على ظاهرة ختان الإناث حول العالم. وقد صرحت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي بأن هذا الأمر يشكل انتصارا جديدا لمصر في ملف القضاء على ختان الإناث، كما يأتي اتساقا مع الجهود المصرية للقضاء على هذه الممارسة الضارة التي توجت خلال العام الحالي بتصديق الرئيس السيسي على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث. نظم صندوق تحيا مصر قافلة طبية خاصة بالمبادرة الرئاسية نور حياة بقرية الشنطور في مركز سمسطة في محافظة بني سويف، وذلك لإجراء الكشف الطبي على المواطنين عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار. تستهدف القافلة توفير كافة الخدمات الصحية للسكان مجانا لعلاج أمراض العيون وتحويل الحالات المتطلبة لعمليات المياه إلى المستشفيات التابعة للمبادرة بالمحافظة، بالإضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية من داخل القافلة مجانا وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.
نشرتنا مستمرة مع حضراتكم، لنا عودة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. وقعت مصر وروسيا محضر اجتماع الدورة 13 للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني في ختام فعاليات الدورة التي عقدت بالعاصمة الروسية موسكو. ترأسها عن الجانب المصري وزيرة التجارة والصناعة نيفين جاما، وعن الجانب الروسي دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة. قالت وزيرة التجارة والصناعة إن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الوثيقة التي تربط بين مصر وروسيا، مؤكدة أن الجانبين أكدا خلال اللجنة استعدادهما لبذل كافة الجهود الممكنة لتنفيذ اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقع بين البلدين خلال شهر أكتوبر 2018. من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي دراسة بلاده لتوسيع الشراكة الصناعية مع مصر، وبصفة خاصة في مجال تصنيع وتجميع السيارات. قال وزير الإسكان عاصم الجزار إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم الأحد وحتى 30 من شهر ديسمبر لهذا العام في تسليم 3072 وحدة سكنية بالمرحلتين التكميلية والثانية بدار مصر بمنطقة الأندلس بالقاهرة الجديدة، لافتا إلى أنه قد جرى تخصيص أيام محددة لتسليم وحدات كل عمارة سكنية لمنع تزاحم الفائزين بالوحدات عند إنهاء إجراءات التسليم لمواجهة فيروس كورونا.
أبلغت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي زعماء الاتحاد الأوروبي بأن منطقة اليورو تتعافى بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق. وقالت لاغارد للزعماء وفقا لمسؤول مطلع على المحادثات إن المنطقة ما زالت تحتاج إلى استمرار الدعم المالي والنقدي حتى لا تخلف جائحة فيروس كورونا ندوبا دائمة بها، مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول الربع الأول من 2022. وتدخل حزمة المساعدات التي أقرتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي حيز التنفيذ خلال أسابيع، وتبلغ قيمة حزمة المساعدات نحو 750 مليار يورو للتعافي من تداعيات فيروس كورونا. حزمة مساعدات للدول الأعضاء أقرها الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بقيمة 750 مليار يورو للتعافي من تداعيات كورونا باتت قيد التنفيذ، حيث تتم عمليات الصرف خلال أسابيع. المفوضية الأوروبية أوضحت أنها جمعت أول دفعة من الأموال لخطتها للتعافي، مشيرة إلى أن بيع للسندات شهد زيادة كبيرة في الطلبات عن المعروض، كما تعهدت بالتأكد من إنفاق الأموال بما يتناسب مع الخطط الوطنية التي يتم الموافقة عليها. كانت المفوضية قد منحت ألمانيا وإيطاليا الضوء الأخضر لبدء صرف مخصصاتهما من أموال حزمة التعافي، وتصل القيمة الإجمالية لمخصصات البلدين إلى 200 مليار يورو. وتعتبر خطة تعافي إيطاليا الأكبر على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث تصل قيمتها إلى 191.5 مليار يورو. وتستهدف إخراج ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي من أزمته التي اشتدت حدتها عندما ضربت جائحة كورونا البلاد بشدة خلال العام الماضي. كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن المفوضية أيدت خطة الإنعاش الاقتصادي الفرنسية البالغة 39 مليارا و400 مليون يورو، مشيرة إلى أنها ستسرع التحول الأخضر والرقمي لفرنسا بأكملها. وما زال صرف هذه الأموال يحتاج إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة شكلية بدرجة كبيرة، ومن المقرر أن تتم خلال الأسابيع المقبلة ليبدأ صرف الأموال في يوليو. يختتم فريق الأهلي استعداداته لمواجهة الترجي التونسي والتي تقام غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة الترجي التونسي. شهدت القائمة استمرار غياب مروان محسن وناصر ماهر وسعد سمير لأسباب مختلفة بين فنية وبدنية. في الطريق إلى تحقيق العشرة يدخل لاعب النادي الأهلي مباراة الحسم أمام الترجي التونسي بكل تركيز في مسعى لتكرار النتيجة الإيجابية أمام الفريق التونسي عندما فاز المارد الأحمر بهدف نظيف في مباراة الذهاب باستاد حماد العقربي في رادس الأسبوع الماضي. المباراة المقرر لها 9 مساء السبت باستاد الأهلي بالسلام ستكون لها الكلمة الفصل في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامته في المغرب في يوليو المقبل. وإذا ما تأهل بطل النسخة الماضية من البطولة إلى هذه المباراة ستكون هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يصعد فيها للنهائي. كان لاعبو الأهلي قد دخلوا معسكرا مغلقا وفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني بحثا عن المزيد من التركيز وتنفيذ الجانب الفني والخططي الذي يرغب في تنفيذه خلال المباراة. وشهدت قائمة الأهلي التي أعلنها المدير الفني الجنوب أفريقي غياب الرباعي مروان محسن ومحمد هاني ومحمود متولي وسعد سمير. أما الفريق التونسي الذي وصل إلى القاهرة في وقت سابق فقد أعلن غياب الثنائي محمد علي عقوبي بسبب إصابته بفيروس كورونا وغيلان الشعلالي بسبب إصابة عضلية. وسبق اللاعب الترجي مع الأهلي في مصر 10 مباريات أقيمت على 3 ملاعب وهي القاهرة وبرج العرب والسويس الجديد، حيث حقق الأهلي الفوز في 4 مناسبات والتعادل 6 مرات فيما لم يفز الفريق التونسي في أي مناسبة على الأراضي المصرية أمام الأهلي.
في المقابل يختتم الوداد البيضاوي تدريباته في مدينة جوهانسبرغ استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي السبت أيضا في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. يحمل الوداد أمال الكرة المغربية من أجل حجز مكان في المباراة النهائية وتجنب تكرار ما جرى الموسم الماضي عندما توقف مشواره عند المربع الذهبي. خسر الوداد ذهابا بهدف نظيف على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ولذلك فإن مهمة الفريق البيضاوي ستكون صعبة لبلوغ الدور النهائي. يستعد فريق بيراميدز لمواجهة مضيفي الرجاء المغربي الأحد المقبل في إياب دور نصف نهائي الكونفدرالية. وصلت بعثة بيراميدز مساء الخميس إلى مدينة الدار البيضاء على متن طائرة خاصة أحضرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد قبل مواجهة الرجاء المغربي. وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في القاهرة يوم الأحد الماضي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويتأهل الفائز من مباراة الإياب إلى نهائي الكونفدرالية المقرر له في بنين يوم 10 يوليو المقبل. يستعد المنتخب الوطني للشباب دون 20 عاما لمواجهة موريتانيا في ختام مرحلة المجموعات من بطولة كأس العرب التي تقام على استاد القاهرة الدولي. كان المنتخب المصري للشباب قد نجح في الفوز على الجزائر بهدف للا شيء في الجولة الثانية لدور المجموعات بالبطولة، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يظل منتخب موريتانيا في المركز الثالث بنقطة واحدة. وتقام بطولة كأس العرب للشباب في مصر خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 6 يوليو المقبل. حقق منتخب أوروغواي انتصاره الأول في بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل بالفوز 2-0 على بوليفيا في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول. حصد منتخب أوروغواي 3 نقاط غالية ليرفع رصيده إلى 4 نقاط وليبقى بالمركز الرابع. في المقابل منيا المنتخب البوليفي بالهزيمة الثالثة على التوالي ليظل بلا رصيد من النقاط في قاع المجموعة. وقد نجح منتخب باراغواي في الفوز على تشيلي بهدفين للا شيء في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم. بهذه النتيجة ارتفع رصيد باراغواي إلى النقطة 6 في المركز الثاني خلف المنتخب الأرجنتيني المتصدر في المجموعة الثانية، بينما ظل المنتخب التشيلي عند النقطة 5 في المركز الثالث. يواجه منتخب ويلز نظيره الدنماركي السبت في افتتاح منافسات دور 16 من بطولة كأس أمم أوروبا. تأهل منتخب ويلز إلى دور 16 عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما صعد منتخب الدنمارك إلى الدور ذاته باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط. ويلتقي المنتخب الإيطالي مع منتخب النمسا السبت أيضا في دور 16 من منافسات كأس أمم أوروبا لكرة القدم. تأهل المنتخب الإيطالي إلى دور 16 عقب تصدره للمجموعة الأولى بالبطولة بعد تحقيقه العلامة الكاملة بفوزه في 3 مباريات ب9 نقاط، بينما صعد منتخب النمسا عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط. قدم لوس أنجلوس كليبرز أداء قويا دفاعا وهجوما ليفوز 106-92 على ضيف فينيكس سانز في نهائي القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
قلص كلابرز النتيجة إلى 2-1 في السلسلة التي تحسم على أساس أو تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات. هذه هي المرة الثالثة في الأدوار الإقصائية هذا الموسم الذي يفوز فيها كليبرز بالمباراة الثالثة بعد خسارته في أول مباراتين، وتقام المباراة الرابعة في لوس أنجلوس السبت. إذن بهذا نصل إلى ختام النشرة، والآن إليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء. وزير الري يختتم زيارته لجوبا ويفند لرئيس جنوب السودان الإدعاءات الإثيوبية حول سد النهضة. وزيرا خارجية ألمانيا وتونس يبحثان تعزيز العلاقات قبيل توقيع إعلان النوايا بين البلدين. إيطاليا تعلن استقرار الوضع الوبائي رغم تسجيل حالات بسلالة دلتا المتحورة من كورونا. تابعوا دوما المزيد من الأخبار والتقارير عبر موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم التواصل معنا والتعرف على جديد الأخبار أولا بأول عبر حساباتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام، كما يمكنكم متابعة البث الحي للقناة عبر قناتنا الرسمية على يوتيوب. في أمان الله.